وهل يقع طلاق السكران والغافل والساهي والمخطئ والمدهوش والمكره؟ نود وصفا لحالة كل واحد منهم. المدهوش هو الذي اعترته حالة انفعال لا يدري فيها ما يقول ويفعل، أو يصل به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، وذلك بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب، ويلحق به من اختل إدراكه لكبر أو مرض، وهذا لا يقع طلاقه. والمكره لا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة، اعتمادا على حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه أصحاب السنن برجال ثقات، وذلك لأن الإكراه يغلق على المكره طريق الإرادة، ولو نطق بالكفر لا يكفر لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبو حنيفة يوقع طلاق المكره معتمدا على حديث لا قيلولة في الطلاق، لكنه حديث مطعون فيه، ورأي الجمهور والمعتمد لقوة دليله. والسكران هو الذي غطى على عقله بسبب تناول الخمر وما شاكلها حتى صار يهذي ويخلط في كلامه ولا يعي بعد إفاقته ما كان منه حال سكره. وفي الحكم على طلاقه تفصيل، فإن كان سكره من شيء حلال أو من شيء حرام ولكن تحت الضغط والإكراه فلا يقع طلاقه. أما إن كان سكره بشيء حرام وهو متعمد له فإن طلاقه يقع على الرغم من تغطية عقله، وذلك عقوبة له على عصيانه. وكانت المحاكم الشرعية قبل صدور قانون 25 في سنة 1929 تحكم بوقوع طلاق السكران والمكره كما قال الحنفية، لكن نص القانون في المادة الأولى منه على أنه لا يقع طلاقهما، والفتوى عليه، والله أعلم.